السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، لا نتوما لا نعتز عليكم. كنتمنى المهمات ديالي خوتي وخواتاتي المهمات اللي متبعني والحاجات اعطوني اللايكات ديالكم ودبروا لي التعاليق والبارطاج الى على خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي الاعزاء، شكرا على الوقوف ديالكم وعلى التعاليق الزوينين ديالكم اللي لقيت في الفيديو اولا في اللايف ديال الاخت سعاد، وعلى المسانده اللي ساندتوها والكلمه الطيبه. الله يكبر بكم اخوتي الاعزاء، الله يخليكم لينا حتى فوق الراس. واحد الكلمه كنقولها ديما، راه بلا بكم نتوما حنا ما نسوا والو، حتى شي صاحب قناه واخا يكون قناه مليارديريه بلا متتبعين زيرو. اي واحد اللي كيطلع وكيبقى يتعنتت عليكم وانا وانا وانا، راه سبابو غير المتتبعين، سبابو نتوما وسبابو هذوك المتتبعين اللي متبعينه لا غير. حتى واحد ما يبقى يتفشر علينا وحتى واحد ما يبقى يعيق علينا وداكشي، راه حتى واحد ما يسوى حتى شي حاجه بلا لي زابوني. المهم غندوزو للموضوع ديال اليوم اخوتي. كما عرفتو كما شفتو البارح كانت الجلسه ديال بوكريشه قضيه زين المحارب، خرجوا كلشي فرحانين، كلشي كيغوت بالبراءه. البراءه غنقول لكم واحد القضيه، ما تفرحوش بزاف، ما تفرحوش بزاف. واش تنطق بالحكم بالبراءه ديال بوكريشه اللي كتقولوا بوكريشه بريء وخارج؟ حنا متوقعين البراءه، علاش؟ لان القضيه كانت مرتبطه بالشهود، الشهود اللي كانوا كيقولوا حنا شفنا وحده قالت لك انا شتو طبقه فوق طبقه، واحد الوحده ديك الاخت الماسون قالت لي وانا شتو طبقه فوق طبقه على بوكريشه مع بنته، استغفر الله العلي العظيم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت اخته وقالوا الشاهده مجده والجاره نسينا اللي سخفات وبزاف ديال الحوايج، ولكن واش تنطق بالحكم البراءه؟ لا، داكشي مداوله. دازوا المرافعات؟ لا، ما كانش الاستاذ الروكاني. يعني البارح اجلت الجلسه المداوله اولا غيكون المرافعات السيمانه الجايه، انا بقى ما عرفتش اكزاكت وما فهمتش مزيان، حيت كاين اللي كيقول لك صافي راه البراءه غيتنطق بالحكم السيمانه الجايه، كاين اللي كيقول لك مازال ما دازوش المرافعات، الاستاذ الروكاني ما كانتش حاضره، عاد غادي يكونوا المرافعات السيمانه الجايه وديك الساعه ان شاء الله يكون الحكم، لان باقي بزاف ديال الحوايج. اذا نتوما كنتو ضمنتوا الشهود عندكم وكتقولوا الشهود ضمنا وعندنا الشهود، الشهود اللي عليهم القضيه، ما تنساوش راه كاين مقاطع، ما تنساوش راه كاين فيديوهات، ما تنساوش راه كاين اعترافات ديال السريعه وديال العاقه وديال بوكريشه. كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما مفهوموش واللي غيتناقشهم وغتناقشهم الاستاذ الروكاني في جلسه المحكمه، غيتناقشوا كلشي داكشي، كلشي هاد التناقضات ديال البنت وديال الاب وديال مرات الاب وديال العكوشه والهضره ديال سعاد والكلام ديال الشهود، كلشي هادشي مازال ما تناقش، فهمتوا؟ اللي غتخرجوا بها محتفين البراءه، البراءه. وواحد القضيه غادي نقولها من قناتي المتواضعه بالنسبه لسعاد، سعاد البارح خرجت كتبكي وكتقول الله ياخذ حقي ويبقى فيها الحال ومن حقها، وحسيت بك اودي سعاد البارح حتى كتبكي، اقسم بالله لا حسيت بها مسكينه، فنقول شو دابا هذا الغدر وهذا الخيانه وهادشي اللي وقع لها من طرف الاخت ديالها وهادشي. غادي نقول لك سعاد واحد الكلمه، اللي باعك اللي باعك بالرخيص صدقيه انت، صدقيه ما تبيعيش، صدقيه ما يستاهلش تبيعيه. واللي تخلى عليك دابا في هاد المحنة ديالك راه باقي راه عندهم البنات وعندهم الاولاد وما عرفنا الدنيا باش كدور. شوفي سعاد نهار الاول قالت لينا انا شاكه، شاكه سعاد راه كانت شاكه في بنتها، لقات بنتها ماشي بنت، اشنو الغلط اللي دارت سعاد؟ سعاد شاكه في بنتها، طلعت البنت مغتصبه، البنت مع من كانت كتكون؟ مع الاب ديالها. باها كاين فيديو كيعترف كيقول بنتي ما عمرها ما خرجت من الدار، بنتي معايا، كان يخرجوا بالساروت يدخلوا بالساروت. كاين الاعترافات ديال الاب وديال البنت، كيقول لك بنتي ما كتخرجش من الدار، بناتي وانا معاهم والاب الحنون والاب المثالي وهادي. سعاد ملي لقات بنتها ماشي بنت، وسعاد لقات بنتها بنت؟ لا، لقات فعلا كان الغلط كاين، فين هو الغلط اللي دارت سعاد؟ اللي كتقول سعاد غيتابعك بكريشه وغتمشي لحبيب بيس وغيعتقل سعاد باش غتعتقل هاد الام، اللي خاصهم يتعتقلوا واللي في نظري انا اللي مشاو عند الام وكيوسوسوا ليها، اللي مشاو عند الام وكيزيدوا كياكدوا لها الشكوك ديالها، راه انا غنكون شاك في شي حاجه، غير شاك انا شاك في شي حاجه، مثلا انا عندي بنت وشاك فيها ولقيت بنتي ماشي بنت، وغيجي واحد اخر وغيقول لي راه باها ربا مو تليفونات تليفونات تليفونات، وانا عارف على من كنهضر. راه بالسيف هاد الام غتقول لك فعلا مادام بنتي ماشي بنتها، الشكوك اللي كانوا عندي اذا هما هادوك. الام دخلوا لها الوسواس في راسها، الام زاد وسوسوا اكثر. انت يا الاخت الماسون سميره ما شايفاش شي حاجه، ما نمشيش نهار الاول انت ملي قالوا كاينه الشاهده اللي هي الاخت ديالها، اقسم بالله وربي شاهدين حنا تفاجئنا،
مجموعة من القنوات تفاجئنا وهدرنا في التليفون على هادشي. قلنا سميرة ما كناش متوقعنا غتشهد، كنا حنا عارفين كاين الشاهدة مجدة والجارة، ولكن الشاهدة سعاد سميرة ما كانتش معاهم في الأول، سميرة ما كانتش مع الشهود في الأول. نهار اللي سمعنا أن سميرة مشات شهدت تفاجئنا كاملين. وأما الصدمة الكبرى هي البارح ملي سمعنا أشنو قالت، لأن هادشي صافي بقات سرية البحث، هادشي صافي كانت جلسة علنية، الناس كانوا تسمعوا سمعوا كل شيء. ملي سمعوا أن سميرة قايلة شاف داكشي بعينيها، وفين فين شايف هادشي؟ قالت بودر بالها ولا فين بودر بالها ولا بالشرويطة ولا معرفت فين بلاصتك بلاصة، المهم في الدار ديال المحبوبة ديال المربوحة، الدار ديال المربوحة ديال يونس أمي حادة وباقا الدور. تحية لهاد الفيديو اللي دينا دنوب معاك بسبب هاد زرقة الكاميرا هادي. كما قلت لكم قالت لهم شفت داكشي شفت داكشي، والسؤال عندنا شي غلط هنا؟ واش ملي غادي يجي عندك شي واحد ويقول لك فعلا راني شفت بعينيا، واش ما غتقولش هو وصيغة الأم؟ راكم نتوما أمهات وعندكم البنات وعندكم الأولاد، ملي غتجي عندك هادي تقول لك راه راجلك وهادي اختك اختك بنت امك وباك، غتجي عندك تقول لك راني شفتهم طبقة فوق طبقة، واش ما غاديش تقول راه هو؟ راه ماشي غتقول راه هو، تأدي القسم وتقول هو. ملي غتجي عندك اختك وتقول لك راه هو، والخدامه اللي كانت معاه سعاد كان النهار كامل يضيع خدامه، وبالاعترافات ديال بكريشه وبالاعترافات ديال عكوشه وديال البنات وكل شيء بشهاده شيء، ان سعاد كانت كتمشي خدامه ما كانتش كتكون مع البنات. البنت طلع فيها الديفو، الخبره الطبيه بينات ان البنت فيها الديفو، سعاد من حقها تقول هو لان الناس كيقول لها راه هو، وكانوا عندها شكوك والبنت كانت تبقى مع باها. البنت ما باغاش تقول شكون المغتصب، البنت عايشه مع باها شرحوا لي القضيه، البنت عايشه مع باها ما كتخرجش من الدار على حسب الاقوال ديال هما، وقع ليها مشكل، الخبره الطبيه كتبين من جوج جوايد شكون هذا الشيء. وملي غايجيو عند الشهود سعاد يقول راه باها راجلك هو اللي داير ليها، راه الشاهده مجده قالت لها شفت، والبوسان والتحويح استغفر الله العظيم. وفي الاخر يتقلبوا تقول لي انا ايوا ولا سميت بكريشه ديالكم راجل راجل وعنده الشلاغم يتابع سعاد، شي صيفط سعاد الحادث ياك كتقولوا غيتابع سعاد وغتشي الحادث ويتابع يدير باش شي كيديه ها بكريشه ديالكم قلتوا براءه على حسب العطاء ديالكم نتوما، هو يتابع سعاد يلاه صيفط سعاد الحبس ياك هذا هو الغرض ديالكم باش يشفي الغليل ديالكم وتنتقموا من سعاد هي صيفطوا للحبس. ايوا ها بكريشه ديالكم دعموه، وانا من قناتي ولسامو القنوات مع سعاد وبغاو دير شكايه وما عندهاش المصاري باش دير شكايه سيرتو هادو هاد الشهود هادو اللي ضحكوا عليها بيعوا زيد والعجل، انا من نساهم مع سعاد الا ما عندهاش نساهم معاه من حق بالقليل نساهم معاه. علاش؟ لانهم ضحكوا عليها، علاش يتقلبوا عليها، علاش يديروا هاد الام هاد الحاله، علاش يكرفصوها، علاش تمحنوها، علاش خليوها هي مسكينه باح منهاره وكتبكي ما باغاش تكملوا معاها، ما نجوش معاها نهار الاول، ما نخشوش راسنا في هاد الشيء. علاش حنا ما مشيناش شهدنا؟ حيت حنا ما شايفينش، ما كناش معاهم، ما عارفينش، كنقولوا الله اعلم. ولكن باش واحد يجي عندك يقول لك اي واش عطاتكم سعاد شي حاجه فضحوها حطوا الدليل، حنا كنحشوا شحال حقانيين، كنقول لك انت سعاد دارت معاكم شي حاجه ولا زيدتكم لهادي حطوا الدليل. وحنا عارفين سميره من النوع اللي قاصح من النوع اللي مسموم، ماشي اي واحد غادي ياثر عليها، وسيرتو سعاد اللي الشخصيه ديالها ضعيفه، حنا عارفين هذا الشيء. سميره شخصيتها قويه، سعاد الحبس سعاد هي دايره بحال مسكينه، سعاد نيه ما يمكنش سعاد غتاثر على سميره ولا غتضغط عليها ولا غتشريها بالفلوس، لا 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 لا. انا عارف اش كنقول، هذا انتقام، بغات تنتقم من الاخت ديالها ملي شافت الشهيده والجاره، الجاره بعيده مسكينه سخفات البارح سخفات، قالت لهم شفت داكشي من الباركو وداكشي ولكن ما كنتش معاهم عادي، قالت الشهاده ديالها بعدا. كنشوف الناس اللي ما مشاوش شهدوا اللي غيروا الشهاده ديالهم، ولكن ربي كبير اقسم بالله ما تفرحوش بزاف، عندي احساس هاد زين المحارم غادا تفضح، ما تفرحوش بزاف، مازال ما كاين لا براءه لا والو الساعة، يقدر السيمانه الجايه يتأيد الحكم. حنا كنقول للمتابعين ديالنا ما تفاجئوش في الحكم صافي، يقدر يكون بكريشه براءه، انا مازال ما كاينش، مازال ما تنطقش بالحكم، واش تنطق بالبراءه ديالو؟ مازال ما كانش مرافعات على حسب بعض القنوات. انا سمعت الاخت حنا البانوراما قالت ان السيمانه الجايه غتكون مرافعات، يعني باقا ما كاينش مرافعات، باقا ما هضرش على المقاطع، باقا بزاف ديال الحوايج، يقدر السيمانه الجايه يقدر يكون شي مفاجاه، يقدر يبان شي حاجه في هذه السيمانه. ما تفرحوش بزاف يا تركت الهايبات يا العاقسات يصحاب منصات الجعواقات. وعلى فكره خوتي راه في العشيه غندير لكم لايف عاوتاني، في العشيه غندير لكم لايف، المنصه طلعوا شرشموا عبروا كما بغيتوا، كما كيعبروا من داك القنت انتم عبروا هنايا، غنطلع المشاهدين ديالي يعبروا. تحياتي لكم اخوتي الاعزاء، هذا هو لا فيديو وضحت بعض النقاط اللي كان لابد من خاصنا نوضحوهم.
سعاد ما كذبتش علينا، سعاد ما ضحكتش علينا، سعاد داكشي اللي قالوا ليها كان عندها شكوك اكدوهم لها الشهود. سعاد من حقها، لقات بنتها ولقات بنتها بنت، كنا غنقولوا هاد الام مجرمه، ولكن سعاد لقات بنتها ماشي بنت. من الاخر هذه الحقيقه اللي ما تقدرش تنكروها، هذه الحقيقه اللي ما تقدرش تدربوها، فعلا بنت ماشي بنت. يلا تحياتي لكم المهمات ديالي، الى فيديو قادم ان شاء الله، دوزو بخير.